معانا دلوقتي مكين، هيكلمنا بقى من اهل النوبة، هيكلمنا باللغة النوبية. الكنيرة يعني ايه كنيرة؟ الكنيرة يعني اسمك ايه؟ وايجا مثلا بتقول ايجي، يعني بتقولي مثلا ان اسمك كذا، مثلا انت اسمك كذا، مثلا من النوبة مثلا عايز ارد عليك اقول يعني انا اسمي ماي نيم يعني بالانجلش. ماي نيم يعني. وايه تاني؟ الكنيرة يعني اسمك ايه؟ الكنيرة. وطبعا ارسايدري يعني ايه؟ يعني انت منين؟ اسمها ايه؟ سايدري؟ ارسايدري. ارسايدري. وايه تاني؟ ارسايدري. الكلام سريع جدا مش قادرة حتى اكرره. يعني ايه؟ ارسايدري يعني انت قاعدة فين؟ ارسايدري؟ سايدري. سايدري؟ ها. سارة اسمي؟ ارسايدري. سايدري. سايدري. وايه تاني؟ اني انت تدري معناه ده شفره. والله دي لغه لوحدها. اللغه دي مكتوبه بتتكتب؟ والله بتتكتب بس قليل يعني اللي يستخدموها الناس القدام بقى. هم القدام بس اللي بيكتبوها. طب والحروف بتاعتها عباره عن ايه؟ حروف ولا انا ما شفتش الحاجات دي. في ناس قايلين انها رسومات. يا عبالنا يعني زي الهيروغليفي يعني قريب من الهيروغليفي. انا كاتو يعني بيتنا، واموري يعني القمر. القمر اموري دي فرنساوي تقريبا. اموري اسم. اوناتي. اوناتي يعني قمر. اوناتي يعني قمر. اوناتي. اوناتي يعني قمر. وكودالي اسمها ايه؟ كادولي. يعني انا بحبك. كادولي يعني انا بحبك. كادولي. كادولي سمعناها دي قبل كده. اي كادولي. جميل قوي. ازاي بتربوا التماسيح معاكم في البيوت؟ عادي من صوت يا بنت. يا بنت دي صغيره خالص السويس يا دوك كده. محافظه اسوان المركز. يا عم انا موافق فيما يخص التماسيح. انا جبناه كان يا دوك. حضرتك بتربوا التماسيح في البيوت ليه؟ مزار سياحي. مزار سياحي بس مش بتخافوا طيب منها؟ لا مفيش اي خوف ولا حاجه. مفيش اي خطر؟ لا. والاطفال؟ طب ما فيش اي احتمال ان هي يعني تفك الحاجات دي وتقوم يحصل لها اي حاجه؟ طبعا احنا جايبين هو صغير خالص. بتجيبوه صغير خالص عشان تقدر تحكموا فيه وتربوه. تربوه ازاي يعني؟ بياكل ايه؟ صورنا صوره جماعيه. بياكل سمك. وايه تاني؟ بس يا دي فتره بقى معينه مده 3 شهور ما بياكلش يعني مده اللي هي تشتوا. بس اي حاجه خالص خالص كلام مده 3 شهور. ما بياكلش يعني. ده ما ترفعش من خالص على فكره. يمكن ثاني مره دي كان ماشي من جغرافيك. وده يا ممدوح يعني شاكرين الافضل والله. ما لسه بقول لك احنا دلوقتي في البيت النوبي في القريه النوبيه. شايفين التمساح اهو. نعم ده كويس ولا ده كان يعني لا يعني هو طلع في البحيره اللي بسيط يعني اختلافات بس بسيطه في البول طويل وفي كده كسر المعلقه كبيره. ممكن نتحرك؟ طبعا. احنا عندي برضه دلوقتي بعد ما نطلعه بره هنوريلكم صورتنا. هو تقيل قوي تقيل قوي. بس يعني لغايه ما اشوف بطنه ازاي. ما اشتريتش هي كده.
بس السنة مع المية اتنين هيجي في الركن هنا هناك. حلقتنا الوقت كان قليل معانا قوي، بس احنا كنا حابين يكون معانا وقت اطول علشان نقول لكم فقرات اكتر ونديكم معلومات اكتر. بس ان شاء الله تتعود في حلقه جديده، يا رب ما كنتش طولت عليكم ومليت من الحلقه عندنا. استنونا فقره جديده من برنامجنا فيها حاجه حلوه مع ساره زكريا.